السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم، محل آثاث الثقة. خوتنا محل آثاث الثقة اللي متواجد بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوب القليعة ولاية بازا. رانا فتحين 24 ساعة على 24 ساعة، ورانا نستقبلوا مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. خوتنا للتذكير فقط أنه أبواب محل آثاث الثقة راهي تفتح أبوابها يوم الجمعة ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء نكونوا في الموعد. تسمى خاوتنا اللي ما يقدروش يلتحقوا بينا طيلة الأسبوع يوم الجمعة رانا فاتحين خاوتنا سبيسيال ليكم باش تقدروا تجوا تزورونا. خاوتنا اللي يخدموا خاوتنا اللي يخدموا في الإدارات يوم الجمعة رانا فاتحين سبيسيال ليكم، مرحبا بكم جميعا. نعود نولوا للمحتوى تاعنا خاوتنا، ودائما مع الغرف الفخمة جبنا لكم اليوم لا شومبر مورينو. لا شومبر مورينو حاجه سبيسيال خوتنا، حاجه ديفيرون على لي شومبر اللي شفناهم قبل، حاجه ما شاء الله فيها دو بورت اوفرونت ودو بورت كوليسونت كيما راكم تشوفوا، مخدومه كامل اون بوا اتر خوتنا. لا شومبر راهي مخدومه كامل اون بوا اتر، حاجه ما شاء الله، حاجه بيان سوليد وبيان فيني خوتنا كيما راكم تشوفوا فيها. لا فينيسيون تاعها حاجه الله يبارك، وكما قلت لكم فيها دو بورت اوفرونت ودو بورت كوليسونت. نروح مع الاخ بدر الدين يزيد يشرح لنا لا شومبر مع بعض. خويا بدر الدين واش راك خويا العزيز؟ لاباس الحمد لله، الحمد لله الاخ سليم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خاوتنا عشاق اثاث الثقه، مرحبا بكم في اثاث الثقه خاوتنا. اليوم رانا جبنا لكم شومبرا مورينو ما شاء الله، كما ضربتوا عليها لمحه مع الخارج راح نوصفها لكم من داخل خاوتنا وتلحقوا معنا. هايلي شومبرا دي مورينو فيها دو اوفرون دو كوليسون خاوتنا، زوج بيبان يتفتحوا اوفرون. هذا الكوتي دروات اللي فيه طروات اجار مخدوم بالميتي ان شاء الله خاوتنا، لا فينيسيون داخل و برا توجور متواجده في اثاث الثقه خاوتنا. نروحوا للجهه اليسار، هاي لكم خاوتنا ضربوا المحل داخل خدمه ما شاء الله فيها طروات اجار. الجهه اليسار كيما جهه اليمنى اخويا. نروحوا للميليو خاوتنا تاوحه اللي خدمناه واسع داخل ما شاء الله، لاترين راح ترفد لك بزاف حوايج فيها، لاترين بلوس طاجات هاي ليكم خاوتنا فيها 60 داخل كوستيم يجي ما شاء الله. هاي ليكم خاوتنا توجور اللي خدمه ما شاء الله. نروحوا للباب دوزيام خاوتنا جهه اليسار خدمنا لكم فيه طروات طاجات، حاجه ما شاء الله خوتنا كيما راكم تشوفوا فيها. خويا بدر الدين لو نلاحظوا الموتيف تاعها انا شحال شباب خويا العزيز، حاجه ما شاء الله. نروحوا للولي خوتنا، اللولي تاعها اللي خرج بزاف شباب تحفه ما شاء الله، اللي فيه تي دوسي اونكادرومون بالبوائات وفيه كابيتون ماجي سومي كوير اللي خدمنا بيان فيني خرجت. نروحوا للجروند دوسي تاعها خوتنا، الجروند دوسي تاعها خدمنا امتي كامون هنايا بالكابيتوناج فلوس لو كادرومون توجور بوا ادر خاوتنا، خدمنا لكم هذه لهنا تجي فوق التقديم باش ما يبقاش البيد يبان الحيط ديالكم، خدمنا لكم هذا الموتيف خرج ما شاء الله خاوتنا وتضربوا فيه المحاق واتونا رايكم خاوتنا. خويا بدر الدين لولي تاعنا راهو ام 60 على ام 90 يعني حاجه كالعاده حاجه ستوندر خاوتنا كيما راكم تشوفوا فيها. خويا بدر الدين نروحوا نشوفوا لي طاب دينوي اللي راهم سيباري. خويا بدر الدين وينهم بلي طاب دينوي سيباري؟ طاب دينوي هذه طايباس خاوتنا ماشي متلاصقه مع البوكس. ايوا سيباري هاي ليك فيها دو تير فيها تيروار واحد الداخل، السمك تاعو بزاف واسع مخدوم خدمه ما شاء الله خاوتنا بالميكرو يبانو دو تيروار هو واحد، والقاعده اون بوا اتر حاجه الله يبارك خدمه ما شاء الله بيان فيني. كما شفتوا معنا لولي ولي قابلين راح نوريكم الكوافاز، الكوافاز ديال هايديك خدمه ما شاء الله بيان فيني فيها لهنايا التيروار السكري عليكم خاوتنا حاجه الله يبارك حاجه ما شاء الله كامل واطي خاوتنا. نروحوا للتيروار تاعنا ندوز يا مرحبا بكم خاوتنا فيها الدروات يروان كوافيز رام لي بواني راهم اون بو اترا عليكم خاوتنا فيها الدروات يروان خدمة ما شاء الله لي بواني اون بو اتر خاوتنا حاجة الله يبارك. بعد ما ترمتوا فيها لمحة خاوتنا من داخل وعلى الخارج ان شاء الله تكون لاقت بكم الشومبرا وعجبتكم، وما عليكم غير لي جيم ولي زابوني وتتصلوا بينا ورانا في الموعد تاعنا خاوتنا
وبعد الكلام سلام. بارك الله فيك الاخ بدر الدين خاوتنا، كما كنتو تشوفوا لا شومبر مورينو راهي ديسپونيبل هنا بمحل ثاثقه، السعر تاعها 22 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 58 ولايه. اللي حاب يحجز ولا يستفسر يتصل بنا على الارقام اللي راهي ظاهره في الاطار الاحمر. خاوتنا ما تنساوش الموقع الرسمي تاع محل ثاثقه www.mabledeconfiance.dz. نعاود خاوتنا www.mabledeconfiance.dz اللي رانا دير لكم رومي سبيسيال تما. اي واحد يشري ارتيكل من الموقع الرسمي تاع محل الثقة راح يتحصل على تخفيض خاص على كل ارتيكل يشريه من الموقع. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش تدعمونا بليجام لي كومونتير وتبارطاجيو وتعطونا ارائكم في المنتوجات اللي راهي توفرها محلات الثقة. اما انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، سلام.